أهلا بالمشاهدين. ونرجع لموضوعنا لليوم. بحسب مركز الأبحاث بيو للأبحاث في الولايات المتحدة، 41% من البالغين في الولايات المتحدة بيتعرضوا لنوع من أنواع الإيذاء أو التنمر عبر الإنترنت. وبالحديث عن منطقتنا العربية مشاهدين، طبعا أصدرت شركة إحصائيات عالمية بحث يشير أنه 3 دول خليجية هي الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي من بين الدول المتقدمة في هذا المجال عالميا. وفي السعودية على سبيل المثال وليس الحصر، أنه 25% من البالغين تعرضوا للتنمر بحسب بحث أجراه مركز الملك عبدالله للبحوث. وبحسب الجلوبال ويب إندكس، الناس طبعا حول العالم بيقضون حوالي 2.5 ساعة يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما يعادل 26 يوم في السنة. فأكيد المخاطر يعني تزيد مع هالاستخدام الزايد. صحيح هاني، ساعتين باليوم كويس زين، يعني مو كثير يعتبر. لا والله أنا بشوف ربع كثير، عيب يعني. وصلنا إحنا لمرحلة من التنمر. لا مو ساعتين يتنمرون فيها، لا لا ساعتين يستخدمون. ساعتين لا، هذا طبيعي يعني. بس للأسف في الساعتين هذه في ناس تقعد ساعتين تتنمر، وفي ناس تقعد ربع ساعة تتنمر. فهذا هو اللي اليوم يمكن خلينا نقول صار أصبح حديث الكل إنه كيف يتعامل معه. وهذا اللي اليوم حنتعرف عليه من خلال ضيفنا الكريم يحيى عيسى، أخصائي علم النفس العيادي. ويسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يعني يمكن كنا زمان كنا تحت الهواء ونتكلم إنه كلمة تنمر، كنا ما نعرف إيش كلمة تنمر. كنا نعرف إن كلمة واحد يزعق لك يعصب عليك، لكن اليوم صار التنمر واضح ومنتشر للأسف الشديد بشكل كبير. يعني لو نبغى ناخذ اليوم اشياء كيف احنا فعلا لو تعرضنا للتنمر ايش نعمل وايش نسوي في حال لو احنا او حتى احد قريب مننا. التنمر هو حاله ليست جديده، التنمر هي حاله قديمه. وبالمصطلح كلمه التنمر يعني باللغه التنمر هو الذي يدعي القوه، يعني من النمر. من النمر. التنمر هو الذي يدعي القوه او النمر. التنمر الآن هو حالة التنمر الإلكتروني بالذات، الأشخاص الذين يقومون بشكل كبير بالتعرض لأشخاص آخرين يعتقدون أنهم أقل قوة منهم أو أكثر ضعفا، بالتالي يقومون بالتعرض لهم بشتى أنواع العبارات أو الصور أو إلى ما هنالك. إذا رجعنا للسؤال ماذا نفعل في حال تعرضنا للتنمر؟ طبعا المقصود بالتنمر هو إذلال الآخر. نعم. دائما أن يكون عندما أقوم بالتنمر أو يقوم المتنمر بالتنمر على الضحية، المقصود فيها هو إذلال الآخر. وبالتالي هذا الكم الهائل من الناس الذين رأوا هذا التنمر هو الذي ترك انطباعا نفسيا عند الضحية. نعم. وبالتالي يحاول الضحية هنا بهذه الحالة الجلوس وحيدا، الابتعاد عن الآخرين وعدم التحدث إليهم. نعم. ينعزل شوي. ينعزل بالضبط. تمام. هذه الأشياء اللي تأثر فيه. أيوه. وبالتالي المفروض نحن أن نقوم بعكس هذه الخطوة ونتواصل مع الآخرين، نتواصل مع الناس الواقعيين بمحيطنا، إن كان أصدقاء، إن كان أهل، إن كان معلمين إذا كنا بالمدرسة، والحديث إليهم بهذا الموضوع. لأن عملية الانعزال هنا تبدأ الأزمة عند الضحية. يبدأ بالتفكير، يبدأ بالتفكير السلبي أيضا. هناك تفكير سلبي، يبدأ يضع أشياء سلبية. وبالتالي في علامات أستاذ يحيى أنه تبين على الشخص المتنمر عليه، مثلا الأهل أو الأصدقاء ممكن يحسون يعني بدايتها يمكن بالانعزال أساس يطلعونا من هذه الحالة. الأهل هم مطلوب منهم بالدرجة الأولى التواصل بشكل دائم مع الطفل أو مع ولدهم لمعرفة هذا الموضوع، لأن هناك بعض العلامات مثل ما ذكرت. هناك علامة الانعزال، هناك علامات أنه ممكن بطل يأكل ويشرب، ممكن يبلش يمحي أو يلغي الأكاونتات على السوشيال ميديا. وفي علامات كمان للشخص اللي هو سهل أنه يتنمر على غيره، لما يكون شخص شوية صليط باللسان، يعني مع أخوانه مع عيلته. بالضبط. كمان هذه لازم نأخذه بعين الاعتبار. هذا الشخص هذا المتنمر. المتنمر هو شخص يبدو عليه مباشرة، يعني ممكن تعرفوا أنه هذا شخص متنمر. لا، الأباء والأمهات ما بيشوفوا أولادهم. يعني إحنا للأسف الشديد اليوم وصلنا في مرحلة ولد عمره 16 سنة و 17 سنة بيتنمر، يعني بيمارس هذا التنمر على غيره من زملائه، لكن الأب ما بيشوف ابنه إيش علاماته إنه ممكن يكون هو
اللي قاعد يتنمر على أخوه ولا حتى على زميله ولا على أي أحد. مشكلة حدوث التنمر لأسباب التنشئة الاجتماعية. التنشئة الاجتماعية من أهم المراحل التي تلعب دور في بناء شخصية الإنسان. الباحثين بعلم النفس قالوا أنه التنمر يعود بالأساس بالدرجة الأولى إلى موضوع التنشئة الاجتماعية. التنشئة الاجتماعية اللي تقوم فيها بتسليح الطفل بالمعايير والقيم والأخلاق لينمو بها الأخلاق ليمارس دوره الطبيعي في المجتمع. إذا كان في عندي مشكلة وتفكك في الأسرة، ما في تنشئة اجتماعية لازمة، أكيد راح تخرج بناس، أو عندي أطفال معنفين أحيانا، يعني الطفل المعنف في المنزل يكون متنمر في المستقبل. صحيح. لأنه راح يسقط هذا العنف على أقرانه، على أشخاص آخرين. نعم. إذا رجعنا على الإنترنت، يكون هذا الشخص أيضا بكونه هو يعاني من عقد نقص، يعاني من مجموعة من المشكلات النفسية، سيقوم بإسقاطها على الناس الآخرين الموجودين في مكان آخر، بحيث أنه يتعرض لهم. يجب على الضحية أن يعرف أنه ليس هو المستهدف بحد ذاته. أنا لسه بعرف منك إيش هي الخطوات، إيش نقول لهم، إيش يعملوا عشان لو في حال أتعرضوا للتنمر سواء صغير ولا كبير. يعني إذا عم نحكي عن التنمر الإلكتروني، يجب إهمال هذه الرسائل أو هذه الأشياء وعدم إبداء أي، يعني عدم الاهتمام فيها، لأنه الرد عليها يعني أنه أنت عم تعمل اللي بده إياه المتنمر، وبالتالي تجاهله تماما. أنا بنصح أنه كل الأشخاص اللي يقعون ضحية هذا التنمر أن يبدأوا فعلا بمساعدة المجتمع على ضبط هذه الأمور، من خلال أنا مثلا بجيني رسائل، بجيني إيميلات، بجيني صورة، أن أحتفظ فيها كأدلة لأدين هذا المتنمر، وأتواصل مع الأشخاص المناسبين، إن كان مع المسؤولين عن مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان عن مزودين خدمات الإنترنت، إن كان عن الدولة اللي أنا فيها، لأنه هناك قانون بالدولة يحارب وهو ضد التنمر بكل أشكاله، إذا كان تنمر لفظي أو كان تنمر بتهديد لجسدي أو تنمر جنسي من خلال التحرش عبر المواقع. أيضا هذه الأمور الدولة تعاقبها، وبالتالي يجب أن أرفع درجة الوعي بين الناس بالمجتمع إلى الخطوط أو إلى الأماكن المخصصة لعلاج هذه القضايا وإرشادهم بالشكل الطبيعي. جميل. أستاذ يحيى عيسى، أخصائي علم نفس العيادة، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله نشوفك قريب بإذن الله. يعطيك العافية.